اهلا بكم مشاهدينا وفقره جديده من فقرات ذا دكتورز. من فتره كده فتحنا ملف امراض الذكوره واتكلمنا على توبكس كتيره جدا انتوا طلبتوا ان احنا نتكلم عليها زي التسرب الوريدي، واتكلمنا عنه باستفاضه وردنا على كل اسئلتكم. والنهارده توبك مهم جدا جدا، يمكن علشان معظم الناس ما تفقهش عنه كتير او ما تعرفش عنه معلومات كتير، ولما بيتذكر الناس ما بتحبش تتكلم عنه لان هي بتقول هو اكيد مشكله صغيره، الموضوع مش كبير قوي. بس هو بيصيب الرجال في التقدم في العمر وبيبقى ليه عواقب كتيره جدا، سواء بقى باشكاله التضخم، سواء بقى اشكاله التانيه اللي احنا هنتكلم عليها النهارده في السيجمنت، وهو مرض البروستاتا. هنعرف ايه المرض ده وبيصيب انهي فئه عمريه وازاي اقدر اشخصه وازاي اقدر اعالجه. بس اسمحوا لي الاول ارحب بالقيمه العلميه الكبيره اللي موجوده معايا النهارده في استوديو ذا دكتورز، استاذ دكتور صلاح زيدان، استاذ جراحه الكلى والمسالك البوليه والتناسليه، استشاري امراض الذكوره والعقم والضعف الجنسي بكليه الطب جامعه الازهر، عضو الجمعيه الامريكيه والاوروبيه والدوليه والمصريه لجراحي المسالك البوليه وامراض الذكوره. اهلا بيك يا دكتور صلاح ومنور شاشه اكسترا نيوز. ربنا يخليك، ميرسي قوي. اول حاجه يا دكتور، احنا اتكلمنا وفتحنا الملف ويمكن ناس كثيره كانت شايفه ان هو حاجه تابو وان احنا ما نتكلمش عنها، واتكلمنا عنها بجراءه. النهارده اخترنا توبيك مميز جدا وهو مرض البروستاتا، عايزك تعرف المشاهدين كده من البدايه ايه المرض اللي احنا بنتكلم عليه النهارده. هي طبعا غده البروستاتا غده مهمه جدا في جسم الانسان، من الحاجات الغامضه شويه او الحاجات اللي محدش بيتكلم فيها كتير. طبعا هي غده ذكريه، مش موجوده في الاناث، دي موجوده في الذكور بس. وزنها حوالي من 10 او من 15 ل 20 جرام. دي بتبقى موجودة أسفل قاعدة المثانة، تحت المثانة على طول. حوالي قد حبة اللوز كده أو عين الجمل كده بقشرتها. الغدة دي طبعا مسؤولة عن إفراز أو تساهم في إفراز جزء من السائل المنوي أو السائل المغذي للحيوانات المنوية. هي عارفة طبعا السائل المنوي أو الحيوانات المنوية بتطلع من الخصية، في سائل بيطلع بيشارك في تكوين السائل المنوي، ده بيطلع من الحويصلة المنوية وبيطلع من غدة البروستاتا. هي بتمثل حوالي 30% بالظبط. ده الشكل برضه عشان ايه نوضح للناس. حضرتك شايفه اللي هي الجزء اللي هو اللي تحت المثانه ده، اللي هو بيخترقها قنوات القصف، دي القنوات اللي هي داخله من الجنب، دي قناه القصف. اوكي. دي المثانه والبول بينزل من خلال مجرى البول. هي بتحيط بالجزء العلوي من مجرى البول، دي حضرتك غده البروستاتا اللي هي باينه قدامنا دي. تمام. ودي القناه اللي فيها، دي قنوات القصف طالعه من الحويصلات المنويه، كلهم يلتقوا في النقطه دي وكل السائل او السائل بيخرج. دي الميتنج بوينت بتاعتها. دي بقى السائل بيخرج من هنا من غده البروستاتا وبخلال مجرى البول. تمام. غدة البروستاتا طبعا من الحاجات المهمة جدا، لان هي طبعا في جزء حيوي جدا من الجسم، لان هي بتخترق بتحيط بالجزء العلوي مجرى البول، وبالتالي لما بتزيد في الحجم او حجمها بيزيد بتضغط على مجرى البول وبتؤدي الى اعراض البروستاتا. طب اعراض البروستاتا احنا دلوقتي بنقول ليها سيمتومز المفروض ان هي معروفة، في حد هيحس بيها اللي هو يبقى عارف ان هو عنده مشاكل معينة، حاسس بواحد اتنين تلاتة فممكن يشخص نفسه، ولا الموضوع لازم كلينيكلي وعند طبيب مختص؟ لا طبعا، هو اي حد طبعا بيحس باعراض في البول عموما لازم طبعا يلجا للطبيب المختص، لكن في اعراض معينه بتقول لنا ان المريض ده ممكن يكون عنده مشاكل في البروستاتا. زي ايه؟ الاعراض دي احنا بنقسمها لحاجتين، اول حاجه اسمها اعراض تهيج في المثانه. والحاجه الثانيه بنسميها اعراض انسداديه. اعراض تهيج في المثانه ممكن المريض يشتكي بحرقان في البول، المريض عنده الم شديد جدا ساعه التبول، بيدخل حمام كتير جدا وبالذات بيبان اثناء الليل، يعني تلاقي المريض كل شويه بين المره والمره ما يكملش نص ساعه ساعه. في بعض الناس بيدخل حمام بعد كده بيرجع يقول ان انا ما لحقتش، او حاسس ان انا لسه المثانه مليانه، او انا ما فرغتش المثانه كويس. يعني هو احساس، بس هو احساس دايما بالامتلاء. وبيدخل حمام يفرغ بس يحس ان هو ما فرغش كويس. بيبان اكتر اثناء الليل، تلاقي المريض دايما يحط دماغه على المخده يرجع ما يكملش 10 دقايق يقول لك انا كل ساعه تقريبا بظبط منبه بدخل الحمام. تمام. احيانا المريض ممكن يشتكي بصعوبه جدا في التبول. الاعراض الانسداديه ممكن المريض، يعني انسداديه معناها ان المريض ممكن يحس بسدد في البول، يعني البول بينزل بس في حاجه سده البول، فممكن المريض يحس ان هو اول ما يدخل الحمام ان البول بيغيب جدا قبل ما ينزل، يقول لك انا بحزق جدا قبل ما تنزل. تمام. وبتغيب قبل ما تنزل. احيانا المريض يحس بتقطع في البول، يحس ان البول بينزل ضعيف، واحيانا كل الاعراض دي ممكن تنتهي باحتباس بولي، ممكن مع تراكم المشكله المريض بيحس ان هو في احتباس بولي، احيانا المريض بيحس بسلس بول، يحس ان الميه بعد ما بيخلص يحس ان في نقطه لسه ما نزلتش. اوكي.
دايما اكتر. بعض المرضى يقول لك انا بصلي يا دكتور بعد ما بتوضى بخلص الاقي في نقطه كده عايزه تنزل، او انا احس ان في نقطه مزنوقه فيا مش عايزه تنزل. تمام. احيانا بعض المرضى بيشتكي ان هو عنده سلس بول ولما انام بالليل. بس دي الحالات الاكستريم بقى. دي بقى مش في الأول. بيبدا بقى، لا ممكن يشتكي من الحاجات دي في الاول برضه ممكن يشتكي منها. طب الفئه العمريه اللي احنا بنتكلم عليها لازم يكون مثلا سنه كبير، بتكلم على 50 60 سنه، ولا ممكن شاب عنده 30 سنه؟ هو الفكره ان الامراض البروستاتا دي بتنقسم الى حاجتين، في حاجات بتيجي في سن صغير وفي حاجات بتيجي في سن كبير. اوكي. الامراض اللي بتيجي في سن صغير تقريبا في سن الشباب من سن 17 ل 35 سنه، احيانا بيبقى احتقان في البروست، اكتر حاجه احتقان في البروستاتا، او حاجه اسمها التهاب في البروستاتا. تمام. ده الكومن في الفئه العمريه دي. بالظبط. بيبقى اكتر قوي، هو التهاب البروستاتا ممكن يصيب اي فئه عمريه، لكن كومن قوي في السن من سن البلوغ لغايه سن 35 سنه. المريض ممكن يشتكي برضو، يعني احنا بنقسمها لحاجتين، التهاب بروستاتا حاد. أوكي. او التهاب بروستاتا مزمن. تمام. التهاب البروستاتا الحاد ده بيبقى حاجه حاده، حاجه حصلت دلوقتي، احيانا بيحس حرام في البول، دخول حمام كل شويه، احيانا بيصاحب ارتفاع في درجه الحراره، وده بيبقى علاجه سهل وبسيط، لان هو في الغالب بيبقى مضادات حيويه. أوكي. وحاجات حاجة دوائية بتحافظ شويه على البروستاتا، وبالتالي المريض بيتحسن. لكن المشكله الكبيره شويه بتبقى في حاجه اسمها التهاب مزمن في البروستاتا، لان المريض بيحس ان هو عنده حرقان مزمن على طول في البول، بيحس انه ما فرغش المثانه كويس، الاعراض بقى مكمله معاه، عايز يدخل حمام كل شويه، الام اسفل العانه، الام بيكون في الخصيه، الام بين الخصيه وفتحه الشرج، احيانا بتسمع فتحه الشرج. تاني المريض يخرج من عند الطبيب ده، يخش الطبيب التاني ان هو ما بيتحسنش. هو علاجه سهل ان شاء الله كويس ومفيش مشكله، بس بيحتاج ان احنا نفهم المريض ان العلاج بيطول شويه. اوكي. العلاج بيمتد احيانا لمده 3 شهور. المرض التاني اللي بيصيب بقى الفئه العمريه اللي هي كبار السن شويه، بيبدا من عند سن ال 45 او بنقول احيانا 50 سنه. ده بيبقى حاجه اسمها تضخم في البروستاتا، وتضخم في البروستاتا ممكن يكون تضخم حميد او لا قدر الله حاجه، او تضخم خبيث يعني. طب تعالى نقول يا دكتور صلاح مثلا ان هو خلاص التشخيص موجود وان هو عنده مشكله في البروستاتا، بس هو قرر ان هو ما ياخدش العلاج، ما يمشيش في اي بروسيجر او ستيب تووردز العلاج، او ان انا اعالج نفسي اصلا واهملت الموضوع وسبته، هيحصل له ايه؟ لا طبعا هيخش في مرحله المضاعفات، يعني المضاعفات طبعا هو الاول بالاول بيبدا يشتكي. في بعض الناس مشكلتنا احنا كمصريين عموما هاجس كده، معرفش املاح، اي حاجه حرقان في البول ده املاح، ده ممكن تكون احنا بنحب نشخص نفسنا. بالظبط. هو بيشخص نفسه على انه املاح، واحد صاحبه خد العلاج ده وخد فوار وتحسن عليه، خلاص بيجرب الفوار او بيروح للصيدليه بياخد ادويه. تمام. طبعا دي من الحاجات اللي هي يعني من الحاجات اللي مش كويسه طبعا، لان هو المريض ممكن يكون عنده مشكله وبتقلب معاه بمضاعفات. تمام. فالمريض البروستاتا ممكن يجي بمرحله المضاعفات. تعرف حضرتك البروستاتا دي زي مثلا كل الكليه والمثانه كلهم بيصب مجرى البول بيعدي من خلال البروستاتا، فبالتالي لما يحصل ان البروستاتا تضغط على مجرى البول بيحصل ممكن المريض اول مره يجي باحتباس بولي. تمام. يعني فجاه المريض جاله احتباس بولي، هو بيجيله تقطع في البول، بول بينزل ضعيف، بيهمل الموضوع شويه، فجاه لما بيتعرض لبرد او بيتعرض لاي حاجه من الحاجات اللي هي المثيرات اللي هي بتظهر اعراض البروستاتا زي مثلا تعرض للبرد بالذات في الشتاء. اوكي. بيبدا البروستاتا تضغط على مجرى البول. وبالتالي المريض اول مره ممكن يجي باحتباس بولي. بعض الناس ما بيفرغش الميه كويس، وبالتالي بيبقى في كميه بول ما زالت موجوده جوه المثانه، فده عرضه طبعا لما تتراكم الميه، ده عرضه ان هو للالتهابات، عرضه للتكوين الحصوات. اوكي. مع الوقت بيحصل تضخم في المثانه. ممكن يحصل جيوب في المثانه، والجيوب دي طبعا ممكن تتكون برضه. دي البلاد اللي احنا بنتكلم عليها يا دكتور صلاح. دي المثانه. دي المثانه، ودي البروستاتا اللي هي تحت المثانه، تحت المثانه على طول. تمام. فممكن المريض يجي بحصوات في المثانه، احيانا بيحصل جيوب في المثانه. اوكي. او بيحصل ارتخاء في عضله المثانه، وبالتالي ممكن يدخل في حاجه اسمها احتباس بولي مزمن. المريض ممكن يشتكي ان هو بسلس بول، او الميه لما اقول لك لما ينام بالليل الميه تسيب، بالنهار بيبقى ماسك الميه كويس جدا. أوكي. عشان هو لما بينام بالليل الصمام بيريح، فبيبدا ان هو عنده احتباس بس مش حاسس. بدات المثانه تتاقلم مع وجود ميه كتير، فبالتالي الاحساس نفسه بيقل، وبالتالي بيدخل في احتباس بولي مزمن. مع الوقت الميه اللي هي موجوده في المثانه دي الكلى عايزه تصرف، فبيحصل ارتجاع ميه على الكلى. أوكي. وبالتالي ممكن يحصل ارتجاع ميه من المثانه على الكلى، يحصل تضخم في المثانه، واحيانا بعض الناس اول حاجه نشوفها بفشل كلوي. ده يعني اول حاجه، او ممكن بريزنتيشن بتاعه او اول مره نشوفه خالص بيبقى فشل كلوي. تمام. او ارتفاع او قصور في وظائف الكلى، او ارتفاع في وظائف الكلى. طب المريض دلوقتي جه يا دكتور صلاح وقال لك الاعراض دي كلها، وجاب لك البيشنت هيستوري والتاريخ المرضي معاه، وهو جاي الملف الجميل بتاعه بتاع حياته، وبيقول انا عايز اعرف انا عندي ايه كلينيكلي،
انا هشخصه ازاي؟ هو طبعا تشخيص البروستاتا بيعتمد يعني اول حاجه على التاريخ المرضي. يعني بالنسبه لنا التاريخ المرضي بتاعنا بيبقى مهم جدا. أوكي. احنا معظم الدكاتره او معظم الاطباء عندهم في عياداتهم بيبقى عندهم شيت كده او هيستوري تيكنج، بناخد هيستوري وبعد كده بنفحص المريض. تمام. الهيستوري طبعا الاعراض، انا بقيم الاعراض الموجوده. كانت الجمعيه الامريكيه عملت شيت كده او حاجه اسمها المؤشر العام لاعراض البروستاتا. أوكي. او حاجه اسمها اي بي اس اس سكور. طبعا هو قسمت الاعراض دي حوالي 7 اعراض، اللي هم اعراض تهيج في المثانه او اعراض الانسداديه. كل عرض من دول بياخد سكور معين من 0 لـ5. فكل ما بيزيد العرض كل ما بندي درجه اعلى شويه، فبالتالي احنا بنقيم السيفيريتي او بنقيم الشده بتاعه العرض دوت، ان احنا بناخد سكور معين، والسكور ده بيتضرب في عدد اللي هم الاعراض الموجوده. تمام. وبالتالي 5 × 7 بيدينا 35. فالمريض اللي عنده سكور من 0 لـ5 او من 0 لـ7 ده بيبقى عنده العرض قليل جدا. تمام. المريض اللي عنده من 8 لـ19 ده بيبقى مودريت، ده بيبقى يعني كل حاجه كالكوليتد احنا بنحسبها، بنشوف شده العرض قد ايه. تمام. طب اللي معانا ايه ده بقى يا دكتور قبل ما نكمل؟ ده بقى الحاجه المهمه برضو، اللي هو الفحص الشرجي للبروستاتا. اوكي. يعني احنا بنبدا ده برضو مرحله التشخيص. دي مرحله التشخيص، ناس كتير جدا بتبقى بتزعل جدا لما بنفحص، بنطلب من المريض ان احنا نفحصه شرجي. اوكي. فبالتالي بيتضايق، لكن هو الفحص الشرجي الطبيب المختص او الدكتور بيبقى اكيوريت جدا، هو اللي بيقدر يحدد اذا كان في ورم او في اجسام صلبه في البروستاتا، بتدينا دلاله بالفحص الشرجي اذا كان في مشكله في البروستاتا ولا لا. تمام. الطبيب بالفحص او بيبدا يحس البروستاتا من خلال المستقيم، وبالتالي بيقدر يحس البروستاتا يقول دي ماشيه في سكه الورم حميد، دي ماشيه في سكه الورم الخبيث او لا. اوكي. الحاجات المهمه برضو زي ما قلت لحضرتك، المؤشر العام لاعراض البروستاتا، بنقدر ان احنا نحط المريض على اول الطريق، انت ده هياخد علاج، ده هيخش في مرحله العمليه. في بعض الناس بنقول عليهم واتشفول ويتنج، يعني بنحطه تحت المراقبه، اللي هو درجه اعراض بسيطه جدا. تمام. فبنبدا نقول للمريض ان انت هيبقى في متابعه، في ادويه بسيطه بتاخدها، ما بتعرضش للحاجات او الحاجات اللي هي بتظهر اعراض البروستاتا. طب انا كده في ناس كتير هتقول طب ما انتوا اتكلمتوا على ادويه، يعني ما فيش بقى اي تدخل جراحي، انا احل الموضوع ده بشويه ادويه. لا، هو احنا بس في الاول لازم التشخيص الاول، يعني التشخيص برضو في بعض الحاجات بيبقى مهم قوي في التشخيص بالنسبه لنا. اوكي. اللي هو التحليل معين كده اسمه البي اس اي. ايه بقى البي اس اي؟ البي اس اي دوت ده حاجه اسمها بروستاتيك سبيسيفيك انتيجين. تمام. وده بيدينا ده البروستاتا لما بتزيد في الحجم او بيحصل فيها مشاكل مثلا اورام سرطانيه، احيانا بيزيد البي اس اي، بس هو اسمه بروستاتيك سبيسيفيك انتي، يعني حاجه خاصه بالبروستاتا. لكن تمام. احيانا بيزيد مع الالتهابات، احيانا بيزيد مع الفحص الشرجي، احيانا بيزيد لو في خراج في البروستاتا. لكن ولما يكون البي اس اي عالي ده بيدينا دلاله ان انا المفروض اخد عينه من البروستاتا. تمام. فبنضطر نعمل اشعه معينه كده اسمها اشعه او موجات صوتيه من خلال الشرج مع اخذ عينه من البروستاتا عشان نقدر نحدد اذا كان دي حميده او لا قدر الله ورم خبيث. من الحاجات برضو المهمة قوي بالنسبة لنا اللي هو في جهاز كده معين اسمه تدفق البول او مقياس تدفق البول. أوكي. ده جهاز معين كده المريض بيتبول فيه. بيرسم منحنى او بيرسم كيرف معين. الكيرف ده بنحدد بيه مدى درجة الانسداد، يعني في ارقام معينة بنقول ان هو ده لا ده الراجل ده عنده انسداد قوي جدا، ده انسداد. أوكي. بسيط. ده ياخد علاج دواء، لا ده داخل في مرحلة المضاعفات، وبالتالي ده المفروض نبدا معاه بادوية او نبدا معاه يعني هو ده اللي بيحدد بقى لو علاج دوائي او تدخل جراحي. هو دي من ضمن يعني كل الحاجات دي مرتبطه ببعضها. يعني انا التاريخ المرضي مع البي اس اي دوت مع الفحص الشرجي مع اليورو فلو اللي هو ده بنقيس بيه تدفق البول، وبالتالي أوكي. كل الحاجات دي الطبيب بيقدر يحدد بيها ده هياخد علاج، لا ده هيحتاج عمليه او مش هيحتاج عمليه. نوعيه العلاج اللي احنا بنتكلم عليها دكتور صلاح ايه بالظبط؟ طبعا هو الادويه بتنقسم لحاجتين، في حاجه اسمها حاجه الفا بلوكر. أوكي. وفي حاجه يعني تانية الفا بلوكر دي دواء معين ده بيسهل انقباض او بيعمل ريلاكسيشن او انبساط للعضله بتاعه التحكم في البول. اوكي. وانبساط للبروستاتا نفسها، فبالتالي بيعمل انسيابيه في البول. دي حاجه اسمها الفا بلوكر، كانت بتشتغل على كذا حاجه، بتشتغل على البروستاتا وبتشتغل على الشرايين. حاليا دلوقتي حصل طفره كبيره جدا، الادويه بقت سيلكتيف، حاجه خاصه بس بالبروستاتا، فبالتالي نتائجها بقت احسن. تمام. احيانا بعض الادويه بنحتاجها دي بتقلل حجم البروستاتا، ودي طريقه عملها ان هي بتشتغل على انزيم معين او بتشتغل على الهرمونات بتاعه الجسم. احيانا بعض الناس بنضيف الاثنين، يعني بيبقى الادويه الادويه اللي بتسهل انبساط البروستاتا لستاب معينه بالظبط، وادويه ثانيه بتقلل حجمها، وبالتالي تمام. المريض ممكن يعيش على الاثنين طول عمره مع المتابعه، بنعمل له متابعه كل فتره. في ناس كتير يا دكتور برضو قبل ما نتكلم في موضوع الفئه العمريه واستخدامها للادويه، انا عايز اعرف اللي بيحصل بالظبط قدامنا بقى في الفيديو.
ده حضرتك تاثير الادويه ده يعني تاثير الدواء دي البروستاتا هي تحت المثانه وقافله القافله الميه خالص. أوكي. ده مجرى البول اللي هو معدي. اما بيبدا ياخد الدواء بيبدا يحصل ريلاكسيشن في العضله او العضله بتاعت او البروستاتا نفسها بتريح شويه. دي اسمها الالفا بلوكرز. دي بتخلي الانسيابيه في البول وخلي اندفاع البول كويس. تمام. احيانا بنضيف بعض الادويه بقى اللي هي زي ما قلت لحضرتك اللي هي بتقلل حجم البروستاتا. بتقلل حجم البروستاتا فبالتالي بتخلي البروستاتا قلت زي ما نشاف على الناحيه الشمال دي بيبقى حجمها قل. في نفس الوقت في انسيابيه في البول. احيانا بعض الناس بيبقى عندهم توتر في عضله المثانه فبنضطر نضيف بعض الادويه اللي بتقلل انقباض المثانه مع الادويه بتاعه البروستاتا. بس طبعا دي بتبقى بحذر شويه علشان ممكن المريض يدخل يعني الطبيب هو نفسه هو اللي بيقدر يقرر ان انا ادي ولا ما اديش عشان بخاف ان المريض نفسه ممكن يدخل في احتباس بولي. طب احنا عملنا كل التست دي واستخدمنا كل الوسائل اللي عندنا وقلنا الحل عندي والباث عندي دوائي. مين البيشنتس التانيين اللي بنقول لا لازم تدخل جراحي على طول؟ هو طبعا المريض بقى اللي هو خد ادويه وفشل معاه الدواء. يعني لازم يعدي بالسايكل الدوائي الاول. يعني المريض لو عنده زي ما قلت لحضرتك احنا بنقسم المرضى اللي هو اعراض خفيفه جدا، اعراض متوسطه او اعراض شديده جدا. تمام. المريض اللي هو خد ادويه وتحسن خلاص احنا بنعمل له متابعه على طول والدواء بيبقى زي الضغط والسكر كده، الادويه بتبقى طول العمر. تمام. مع المتابعه الدوريه. المريض اللي خد دواء وما تحسنش ببدا بقى ان هو ببدا مع مرحله التدخل. تمام. بعض الناس اللي هو عنده مرحله جاي لك اول ما جه بمرحله المضاعفات. واحد جاي بتضخم في البروستاتا ومع حصوه في المثانه بضطر ان انا خلاص هو كده عدى المرحله فبضطر ان احنا عايزين نشيل الحصوه دي. في نفس الوقت البروستاتا هي سبب تكوين الحصوه فبنضطر نعمل عمليه استئصال للبروستاتا. تمام. طب في ناس بقى هتقول ايه يا دكتور انا اصلا سن كبير وانا بخاف من العمليات وانا عندي مشاكل في القلب وعندي الضغط وما ينفعش ادخل مثلا في تخدير كامل. انا بالنسبه لي انا شايف كبيشنت ان انا ما ينفع ليش تدخل جراحي. من منظور او برسبكتيف الدكتور ده صح ولا غلط؟ طبعا هو ده طبيعي ان اي حد بيخاف من عمليه دي يعني حاجه لوجيك يعني مش طبعا. بس هو حاليا دلوقتي حصل تطورات كبيره جدا في مجال البروستاتا او أوكي. مجال جراحات البروستاتا. احنا طبعا العلاج في علاج جراحي أوكي. وفي علاج بالمناظير وفي علاج حاليا دلوقتي حاجه اسمها الليزر او علاج بالتبخير او يعني فالبروستاتا حصل فيها تطورات كبيره جدا. الجراحة طبعا ما زالت موجودة إلى الآن في بعض السنترز موجودة. المنظار برضو ما زال موجود لكن الحاجة الجديدة شوية دلوقتي التبخير أو دي حاجة اسمها التبخير. التبخير بقى في ميزة كبيرة جدا إن هو بيجمع مميزات الجراحة بيجمع مميزات المنظار بيجمع مميزات الليزر وده الشكل بتاعه ده الجهاز نفسه دي اسمها طاقة البلازما. أوكي. دي لما بتتلامس مع البروستاتا ده بتنتقل الطاقة دي للبروستاتا نفسها فبتضطر بيحصل عملية تبخير. أوكي. تبخير للبروستاتا. ميزة كبيرة جدا ان المريض كان زمان يعني او حاليا دلوقتي او من فترة قريبة مثلا عمليات البروستاتا من عمليات بنسميها بلادي اوبريشن يعني من العمليات اللي هنبدأ نجهز لها دم بنحضر المريض كويس قبلها ده بيبقى مهم جدا. طاقة البلازما حلت المشكلة دي. أوكي. فالطاقة دي لما تنتقل خلال البروستاتا بيحصل عملية تبخير للبروستاتا وبالتالي ما بيبقاش بتفصل الأوعية فبالتالي ما بقاش في دم قابلية النزيف نفسها بتبقى قليلة جدا. أوكي. المريض أحيانا ما بيحتاجش نقل دم قليل جدا لما بيحتاج نقل دم بنسب قليلة جدا. أوكي. كنا طبعا في الجراحات طبعا كنا زمان مثلا أو من فترة بنقول إن المريض اللي هو عنده بروستاتا حجمها 80 جرام بنلجا للمنظار، المريض اللي هو فوق ال 80 جرام او 100 جرام بنبدا نعمل طرق جراحيه. اوكي. البلازما حلت برضو المشكله دي ان احنا بنقدر نستأصل بيها ونعمل عمليه تبخير بيها في نفس الوقت، يعني ممكن نعمل استئصال وممكن نعمل تبخير. في نفس الوقت ممكن نطبعها على احجام كبيره، ممكن العيان اللي هو طبعا بدينا نشوف احجام كبيره جدا دلوقتي، فممكن نعمل عمليه استئصال للبروستاتا عن طريق البلازما. هي عملية طبعا بنسميها وان داي سيرجري يعني المريض ممكن يعملها يعني النهارده يخرج في نفس اليوم نفس يعني بيعملها النهارده بيروح تاني يوم بيقعد طبعا كنا في العمليات الجراحيه والحاجات دي بنحط القسطره مده طويله شويه المريض بسبب يحتاج غسيل او يحتاج حاجات زي كده حاجه شايفه كده دي طاقه البلازما. اوكي. ده بيعمل عمليه تبخير للبروستاتا الطاقه دي هو البروسيجر بتمشي ازاي دي العمليه نفسها دي العمليه نفسها ازاي احنا هي طبعا ليها تكنيك معين والطبيب هو طبعا اللي بيقدر يعمل الكلام ده لكن هي الطاقه نفسها دي طاقه هي دي ده المشرم او ده شو حد شايفه كده بيقدر يكوي او ما بيبقاش فيه قابليه نزيف مجال الرؤيه بيبقى عالي جدا بيبقى كل حاجه الفيجن كل حاجه الفيجن واضح جدا وانا سعيده احنا طبعا كنا يعني من فتره طبعا شغالين بالمنظار والمنظار ده دي الامانمنت بقى الابجريد بتاعنا ده اخر حاجه بقى دلوقتي اللي هو البلازما
للحديث بقية إن شاء الله يا دكتور صلاح، وأنت دايما بتنورني وإحنا كلنا سعداء بوجودك معنا. متشكر جدا، ربنا يخليك. شكرا. بشكر أستاذ دكتور صلاح زيدان، أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية والتناسلية، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي بكلية الطب جامعة الأزهر، عضو الجمعية الأمريكية والأوروبية والدولية والمصرية لجراحي المسالك البولية وأمراض الذكورة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور صلاح. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، أشوفكم على خير إن شاء الله في رعاية الله.